وللحديث عن القرار الأمريكي بحظر سفر 5 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس المحامي المتخصص في شؤون المهاجرين عمران منصور. سيد منصور، مرحبا بكم. المحكمة الأمريكية أيدت اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 5 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، ومع العلم أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل فعال في عدم استقرار وتذبذب المنطقة برمتها، لكن كيف قرأتم هذا الحكم سيد منصور؟ أهلا وسهلا. يعني في الحقيقة هذا القرار هو، يعني أنا بلاحظه هو قرار أمني أقرب إلى أن يكون هو قرار منع بين قوسين للمسلمين. نعم. لأنه في أكثر من 40 دولة أيضا يعني مسلمة لم يتم منع من دخولها. الدول المشمولة هي 7 دول وليست 5 الآن. نعم. وربما قابلة للزيادة، هي عبارة عن دول غير مستقرة أمنيا، يعني سوريا والعراق وليبيا، حاليا دول غير مستقرة أمنيا. نعم. وربما هي تصدر بشكل أو بآخر بعض من الإرهابيين أو الفكر الراديكالي الذي هو بشكل أو بآخر خط حتى على أوروبا الآن. أعتقد أنه الأمر أقرب أن يكون إلى قرار أمني وليس إلى قرار بمعنى أنه قرار لمنع، كون القرار هو عبارة عن تنفيذ لحكم 3 شهور فقط، يعني منع سفر 3 شهور، يتم خلال هذه 3 شهور دراسة وضع الشخص الذي يرغب بالحصول على فيزا وسفر إلى أمريكا، وبعدها يتم الموافقة والرفض. طبعا هذا في لديه استثناءات كثيرة، يعني الشخص الذي له ابن أو أخت أو زوجة أو أب أو أم من الدرجة الأولى والثانية لا يشمله هذا القرار، سواء كان بشكل أو بآخر يعني مسلم أو مسيحي أو بأي ديانة أخرى. أعتقد أن القرار أمني أقرب إلى أن يكون هو قرار بما يقال الآن على الإعلام بأنه قرار إسلامي للدول الإسلامية. سيد منصور، هل يشمل هذا القرار طالبي اللجوء لدى الأمم المتحدة؟ لا يشمل أبدا هذا القرار طالبي اللجوء، يشمل فقط الطالبين الذين يطلبون الفيزا بشكل خاص. يعني طبعا هناك استثناءات، الأشخاص الذين لديهم علاقات تجارية مرتبطة مع أمريكا غير مشمولين بالقرار، وكما يعني ذكرت أن الأشخاص الذين لديهم أقارب أيضا في أمريكا غير مشمولين طبعا من الدرجة الأولى والثانية. طيب. هذه القرارات أعتقد سوف تتطور، هذه القرارات حتى في أوروبا الآن. وربما أنتم ملاحظين يعني أوروبا كمان صارت تصدر قرارات جديدة حاليا في منع المهاجرين وليس اللاجئين. أعتقد أنه الصيغة القانونية التي يتم متداولها الآن فيها من المغالطة القانونية الكثير، فاللاجئ يختلف عن المهاجر الذي يبحث عن العمل أو الذي يهرب من الجوع والعطش. اللاجئ هو الشخص الذي يهرب من الدول فيها كوارث، يعني كوارث مثل حروب وارهاب وعدم استقرار امني. اما الشخص الذي يهاجر بسبب العمل او بسبب ظروف ماديه او بسبب ظروف معيشيه، هذا يعتبر مهاجر يعني بشكل او باخر. نعم. غير لاجئ خطر على حياته. طيب سيد منصور، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت التوصل، إذا ما تحدثنا عن الموقف الأوروبي، استبعدت التوصل لاتفاق كامل حول اللاجئين خلال القمة الأوروبية المرتقبة، لكن موقف النمسا يعني ذكرت بأنها تتأهب عسكريا لصد اللاجئين، هل لديها الحق في اتخاذ مثل هكذا سلوك سيد منصور؟ بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يتعرض الاتحاد الأوروبي لهزات كبيرة بسبب اللاجئين. يعني احنا لو نلاحظ البريكس البريطاني والاستثناء الذي صدر كان لتقبل اللاجئين والذين هاجروا عمان دور كبير لإنشاء رأي عام في بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا أيضا يعني بالنسبة لأوروبا من جهة أخرى هناك نمو كبير لما يسمى اليمين المتطرف يعني في أوروبا. نعم. بالنسبة لحق النمسا كما بالنسبة لسؤالك، النمسا طبعا هي دولة ولديها الحق الكامل في حماية سوريا، ولكن كونها ضمن الاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية التي مقرها طبعا في بروكسل، هي التي سوف تقرر ومن ضمن قراراتها التحكم في الحدود الداخلية والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي 29. من باريس المحامي المتخصص في شؤون المهاجرين عمران منصور، شكرا جزيلا لكم.